بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دلوقتي هنتكلم زي ما انتم شايفين كده عن الجيت والجيت هاب عشان مشروع الإمبيدد. تمام، انت جيت هاب عندك تو فيرجن، الفيرجن بتاع الويب سايت والفيرجن الديسك توب. عندك الجيت ده شوية أوامر كوماندز بتكتبها، فيرجن كنترول يعني من الآخر. جيت هاب ده بيبقى في الانترفيس بتاعتك، عندك كذا ريبو زي اللي انا هفتحها دلوقتي كده. مثلا انا على هوت مثلا، تعال نفتح، تعال نشوف الريبو اللي عندي. هتلاقي عن ديت ريبو وديت ريبو وديت ريبو وديت ريبو وديت ريبو، يعني احنا اللي هنتعامل معاه ريبو زي ديت كده مثلا. تمام، تعال بقى نكمل. نرجع للبتاع بتاعنا. فانا عندي الريبو بتاعت ال انا عندي الريبو دلوقتي اهيت. عندك كذا ريبو صح، بس دي ريبو اسمها ريبو ريموت. تمام، موجودة على السيرفر، موجودة على ايه، على السيرفر بتاع الويب سايت. تمام، عندك بقى ايه ريبو تانية بتبقى موجودة على اللوكال ديفايس بتاعك. تمام، انت بقى تعمل كونكشن ما بين الاتنين دول عن طريق الايه، عن طريق جيت من الاخر يعني. تمام، عندك بقى في الريبو عموما بيبقى شوية فايلز. لو انتوا مثلا عمر مثلا وعلاء علي مثلا، هتعدلوا على نفس الفايل مثلا. تمام، عشان انتوا في تيم واحد، فهو ده الغرض من ايه، من جد عشان تعدلوا كده، عشان تعدل وكده. عندك بقى شويه اوامر اللي هي البوش والبول اللي انا عمال امسحها دي. تمام ماشي، رجعنا كده. ماشي، عندك يا سيدي اللي هو الايه، السيرفر، السيرفر ده اللي هو زي الكلاود وكده يعني. عندك ديفايس، الديفايس ده بتاع علي مثلا، وعندك الديفايس التاني ده بتاع احمد. تمام، علي ده مثلا في الديفايس بتاعه ليه لوكال ريبو مثلا، هيقعد يشتغل عليها ويعدل عليها. فانا بقول لك ان اللوكال ريبو بتبقى موجوده على الديفايس بتاع الشخص، وبتختلف من شخص لشخص يعني. الجهاز التاني بتاع احمد ده ليه ريبو تانيه، ليه لوكال، سوري، لوكال ريبو تانيه مختلفه بيقعد يعدل عليها. تمام، طب عشان بقى ايه اوحد ما بينهم واعمل ميرج والكلام ده كله، فانا بحطهم على السيرفر عندي على ريبو ايه اسمها ريموت ريبو. تمام، ريموت ايه، ريموت ريبوزيتوري. تمام، طب عشان انت تربط ما بين اللوكال والريبو بتعمل ايه، بتعمل عملية بوش، هنشوفها في الكوماند كمان شوية، وهتعمل عملية ايه، عملية بول. تمام، نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا، بوش وبول. دلوقتي بقى انت عندك ايه، عندك حاجة اسمها برانشز. تمام، البرانشز ديت عندك ديفولت برانش كده موجود عندك في الـ في اللوكال، اللوكال ريبو بتاعتك اسمه ماستر. ماستر ده انت تقدر تعمل نيو برانش منه اسمه مثلا نيو، وتعمل نيو برانش هنا اسمه فيرست. تمام، اللي هتستفادوا ايه، اللي هتستفادوا ان انت مثبت ده عندك كده اللي هو المين بتاعك، اللي هو بالظبط زي شجره كده. والشجره ديت انت بتقعد الماستر بتاعك اللي هو الجذع الكبير بتاعها، والبرانشز اللي موجوده ديت اللي هو النيو والايه والفيرست. تمام، فانت بتقعد تغير في النيو، وبتقعد تعمل ابديت واديت على البرانشز اللي انت بتفرع منها، وفي الاخر بتعمل ميرج على ده، وبتعمل ميرج على المين بتاعك او الجذع الرئيسي بتاعك اللي هو الايه، اللي هو الماستر، تعمل ميرج في الاخر. تمام، تمام، عشان في الاخر بتمسك الماستر ده وتروح عامل له ايه، عامل له بوش على السيرفر. تمام، تعال نشوف بقى الاوامر اللي هنشتغل عليها وكده. تمام، يلا هيا بنا، بسم الله. دلوقتي انا هفتح ال، انت دلوقتي لما تيجي تحمل جيت، فهي بكل بساطة جيت، مش جيت هاب، سوري، تفتح جيت العادي اللي هو الفيرجن كنترول بتاعك، وتعمل له داونلود جيت. اهو هتنزل النسخة بتاعتك على حسب الاوبريتنج سيستم الويندوز بتاعك انت منزله، وهكذا سواء 32 ولا 64، ده بتنزله عشان تعرف تتعامل مع الكوماند. تمام، الكوماند مش هيتعرف عليه غير ايه، غير لما ترجع. تمام، فانا يا سيدي الايه، الكوماند بتاعي بيفتح كده، بيفتح لي كده، او عند اي شخص بيفتح لي كده. تمام، فانت بتتعامل معاه ازاي بقى، او بتشتغل ازاي؟ فانت الاول كده بتعمل ايه، بتعمل سي دي اللي هو تشينج دايركتوري للديسكتوب.
انت مثلا، انا هتعامل على الديسكتوب مثلا، هعمل نيو فولدر على الديسكتوب عشان اعتبر الفولدر ده اللي هو اللوكال ريبو بتاعي، هنفهم بعدين وانا ماشي دلوقتي. تمام، فانا الديسكتوب عندي هوت، هعمل ميك دايركتوري، دي شوية اوامر بتبقى خاصة بالكوماند تيرمينال، ممكن تسيرش على الكوماندز الخاصة بمايكروسوفت والكوماندز الخاصة بالماك او اس والكوماندز الخاصة بالايه باللينكس. تمام، فانا هعمل ميك دايركتوري، هسميه مثلا ايه، هسميه بروجكت 1 مثلا. تمام، هو كده اتعمل. تعالى نعمل تشينج دايركتوري ليه هو برضو للبروجكت ايه، لا ده بروجكت بس، سوري. نرجع، طيب انا مسميه بروجكت 1. تمام، فانا هعمل بروجكت 1 اهو. تمام، انا كده ايه، بروجكت 1 بيقول لي از نوت كوماند، هو مش متعرف عليه. انا عرفت السبب تقريبا، السبب الا وهو ان انا ما عطيتلوش سي دي اصلا، ما قلتلوش اعمل لي تشينج دايركتوري. فانا اول ما ادوس انتر كده هتلاقيه تمام. تمام كده، انا كده تمام. اعمل ايه بقى؟ بص يا سيدي، راح اعمل كده بكل بساطة وافتح الفي اس كود. افتح الفي اس كود يا محترم. تمام، تعالى نفتح فايل، نعمل نيو فولدر، اوبن فولدر مثلا اللي احنا لسه عاملينه اللي هو بروجكت 1. فين بروجكت 1 اهوت، بس عامل سيلكت فولدر. انا كده سليم، عظيم عظيم، اقول يس بتروس. تمام، اروح جاي هنا كده واروح اعمل له فايل واسميه ريدمي واسميه دوت ام اي دوت ام دي. تمام، انا ضفت دوت ام دي ده كده دلوقتي. تمام، تعالى نعمل مثلا ايه، اي كلام جواه مثلا، وليكن مثلا هيلو. تمام، ونعمل كنترول اس اللي هو بيسيب لي الايه الدنيا دي. تعالى نعمل الايه الريبو اللي موجود عندي انا عشان اعمل ريبو، نقفل دي كده ثانية. طيب دلوقتي عندي ايه، عندي كذا ريبو اهوت، اللي هو ديت وديت 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 وديت. اعمل ريبو جديدة منين؟ بعمل نيو ريبوزيتوري. تمام، وبكتب اسمها هنا ايا يكن اسمها، وبتعمل ايه في الاخر، عايز تخليها بابليك، عايز تخليها برايفت، بس انت طبعا في المشروع هتعملها برايفت لحد ما تسلم المشروع، بعد كده تخليه بابليك براحتك. تمام، عايز تضيف ريدمي فايل، بس احنا هنضيفه دلوقتي عن طريق الكومنت، وفي الاخر بندوس ايه اللي هو كرييت الريبو بتاعتك. تمام، تمام، بس انا مش هعملها عشان انا عامل واحده اصلا. تمام، فانا هفتح بروجكت 1 ديت ونشوف الخطوات بقى بتاعتها عشان ارفع عليها فايل. فهو بيقول لك كرييت نيو ريبو اون ذا كوماند لاين، فانا شغال اصلا على الكوماند لاين، فبعمل حاجه اللي هي انيشلايز ليها، انيشلايز للجيت ديت، وبعد كده بعمل اد للريدمي اللي انا لسه ايه عامل له لسه عامل له نيو، يعني الريدمي اللي انا لسه ضايفه. بعد كده بعمل حاجه اسمها كومنت. كومنت ديت بتعمل لي ايه، بتعمل لي زي ابديت للتشينجز بتاعتي، وبعمل لها مسج كمان، يعني بعمل لها مسج اللي هي ما بين الدبل كوتيشن ديت مسج، والام ديت بتدونيت ان هي مسج. تمام، بعد كده بعمل ايه كونكشن عن طريق الايه اللينك ده. تمام، تعال نشوف الدنيا ديت على ايه، على الكوماند بتاعي. فانا في الاول بعمل ايه، بعمل جيت انت. تمام، بسم الله، وعمل انيشلايز امتي جيت ريبو على الايه، على الدايركتوري ده. تمام، تمام جدا. هعمل اد جيت، سوري، لازم تبدا بجيت وبعد كده اد، وبعد كده للريدمي اسم الفايل اهو، ريدمي دوت ام دي. تمام، هو كده المفروض ايه لما اجي اعمل جيت ستاتيو يقول لي ان انا لسه ضايف فايل اهو، نيو فايل اهو، وعمل له ايه، وعمل له ايه، وعمل له اد. عظيم عظيم. تعالى بقى يا سيدي اعمل اللي هو الجيت كوميت، الجيت كوميت عشان يعمل لي يحفظ لي التشينجز. فبعمل هيفن اي ام اللي هي المسج، يعني هاش مسج، وبعد كده بعمل دبل كوتيشن وبكتب فيها المسج بتاعتي وليكن مثلا ايه امبيدد. تمام، وبعمل بقفل الدبل كوتيشن وبسنت. تمام، بيقول لك ان اللي بيوضح لك يعني انت عملت ايه كوميت يعني. تمام، تمام كوميت. ايه اللي ناقص بقى دلوقتي، ان انا اعمل اخد الكود اللي هو موجود ده كده اللي هو ادريموت. تمام، واخد كنترول سي واروح حاطه عندي هنا، ان شاء الله اتمنى انه يشتغل يعني، يا رب. بسم الله، هو كده المفروض ان انا عملت ايه، عملت كونكت. تعالى بقى انا عايز اعمل ايه، جيت بوش. تمام، مبدئيا كده تعالى نفتح الريبو بتاعتي، ما فيهاش حاجه حتى الان، الريبو ديت ما فيهاش حاجه اللي هي ايه، اللي هي الريبو ديت اللي هي بروجكت اندرسكول 1. تمام، الريبو ديت ما فيهاش اي حاجه. فانا عشان اعمل
بوش للبتاع ديت واخليها موجوده على الويب سايت. بعمل ايه؟ بعمل جيت بوش. وشايف انت قلت لك ان انا معايا الماستر برانش، البرانش اللي هو الجزء الاصلي، فانا بعمل ليه هو اسمه ايه، اوريجين ماستر. ان شاء الله يشتغل، بسم الله. اه كده اتضاف. بص كده ايه، كده بيقول لك ان انت ايه الضاف بتاعك اللي هو نيو برانش بتاعك اللي هو ايه الضاف اللي هو الماستر للماستر. عمل نيو برانش على الويب سايت بتاعك. عمل نيو برانش فين؟ على الويب سايت اللي هو ايه اللي هو ده. تمام، انت ماشي معايا خطوه بخطوه. تعال نفتح بقى الايه الويب سايت ونشوف الدنيا. ريفريش يا باشا. بسم الله الرحمن الرحيم. سوري معرفش اللي حصل ده. ماشي انا اسف، بس مش عارف اللي حصل بالظبط يعني، عشان مش متعود على السكرين ريكوردر بتاع فاست ستون ده. المهم يعني تعالى نعمل ريفريش من هنا وخلاص من غير اف 5 يعني. بسم الله كده الحمد لله بدأ. ادي الريدمي فايل عندي اتضاف. وشوف شوف 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 اللي حصل. هلو، ايه هلو ديت؟ بص يا سيدي انت كاتبها هنا، تعالى نقعد نعدل عليها ونشوف بتتعدل ازاي، وبعمل بول ازاي ووش ازاي، واعمل برانش جديد وهكذا. تمام، بس انا عايز اغير على ديت كده. تعالى اروح اغيرها كده، احاول اغيرها ان شاء الله وارجع لك. غيرتش بس تعالى ايه نشوفها بعدين يعني، بس انا دلوقتي عايز اركز ان انا عايز اعدل الفايل وكده يعني. انا عايز اقول معاك ان انا كنت عامل الكوميت بمسج اسمها امبيدد. تعالى نشوف الامبيدد مسج ديت اتكتبت فين. بص هي دي يا سيدي الايه الكوميت اتشنج بتاعتك. كوميت اتشنج بتاعتك بيقول لك وان كوميت اهو. الوان كوميت بتاعك اللي انت عملته اسمه امبيدد، فبيقول لك الايه التعديل اللي انت عملته في الكوميت. تمام، ادي البرانش يا سيدي، ده الديفولت ايه برانش. تمام، تعالى بقى انا عايز اضيف برانش جديد واعمل ميرج ما بين التو برانشز والكلام ده كله، ونشوف الايه التشنجز اللي بتحصل. تمام. الاول كده انا اروح اعمل ايه، هروح اعمل جيت. بس الاول ايه، تعالى كده نجرب نعدل كده على طول ونعمل عن طريق الماستر يعني. ده الماستر بتاعي. تمام، وهوريك موجود فين في الفيس كود. هعمل هاش مثلا وهكتب مثلا ايه فيرست. تمام، كتبت فيرست. تمام، وخد بالك ان انا اشوف اللي بشاور عليه ده ايه، الماستر برانش بتاعك. تقدر يعني ده بيقول لك ان انت الانترفيس بتاع الاديتور بتاعك بيبقى كويس عن الكوماند برومبت. تمام، ان انت تشتغل بالترمينال اللي هي بتاع الويندوز بتبقى الى حد ما بالنسبه لمعظم الناس بتبقى مش لطيفه مش ظريفه. فانت بيبقى الاديتور بتاعك سواء في اس كود او اسمه ايه، او سب، كان اسمه ايه سب، كان في واحد اسمه ماشي يعني. عموما يعني، وفي اللي هو اندرويد ستوديو برضو، اي اديتور هتلاقي ان انت بتتعامل معاه عادي، اللي هو بيبقى الانترفيس بتاعه بتبقى لذيذه. تمام، فانت عندك تقدر تعمل كريت نيو برانش وتدي له اسم وتعمل كريت. بس انا عايز اقول لك الاوامر دلوقتي اللي هي موجوده على الايه، بدل الطريقه السهله دي هنتعامل مع الاوامر اللي موجوده على جيت. بس ما تتقفل يا حاج، انا ما بيقفلش ليه؟ لا انا مش عايز اقفل ده. ماشي، هو مش لطيف ولا ظريف خالص. المهم يا عمي اعمل كنترول اس. انا كده حفظت الايه، حفظت الفايل ده. تعال نشوفه اتحفظ على الويب سايت بتاعي ولا لا. تعال نعمل ريفريش كده. لا لسه مفيش غير هلو يعني، لسه ما قراش الكلام بتاعي. تمام، هو بيقول لك اسكيب تو كانسل. اصلا اسكيب فين اسكيب؟ اه احنا كنسلنا، انا بس مش بترجم والله مطبق. بس معلش ماشي، تعالى بس نشوف الاوامر بتاعتنا ديت. انا عامل دلوقتي كلير للويندو بتاعتي. دلوقتي انا عايز ايه، عايز اخلي الويب سايت بتاعي يقرا التعديل ده. اعمل ايه؟ هعمل بكل بساطه كده، انا الماستر بتاعي اسمه او البرانش الجذع بتاعي الاصلي اسمه ماستر. ده اللي انا بتعامل معاه ايه، او اللي يفضل ان انا اتعامل معاه، عشان هنعرف بعدين ان انا ممكن اقدر اعمل اي برانش بعد كده، واعمل واخلي البرانشات التانية تتعامل مع الويب سايت على طول، مش شرط ماستر بس. تمام، فانا اعمل دلوقتي اللي هو جيت ايه بوش. لا الاول اعمل جيت ات واعمل دوت. ايه الدوت ديت؟ الدوت ديت يعني اول فايلز، اول الفايلز اللي موجوده في اللوكال فاريبل عندك تعمل لها ات. تمام، عظيم جدا. مش شرط تعمل جيت كومنت تقريبا، المفروض ايه دلوقتي لو عملنا جيت بوش على طول كده، جيت بوش اوريجن، اوريجن للايه، اوريجن للماستر، تعمل انتر. المفروض كده تمام، ايفري ثينج بيقول لك ايفري ثينج اب تو ديت.
تمام، تعالى نشوف كده اتعدلت ولا متعدلتش. ان شاء الله يكون اتعدل، بس المفروض ما تعدلتش كده، لسه ما تعدلتش. يبقى انا المفروض اعمل ايه؟ المفروض اعمل جيت كومنت. تمام، انا بمشي معاكم واحده واحده عشان ايه نشوف لو في ايرورز بتحصل. يعني هاش ام وخليها تشينج اصلا، تشينج يا سيدي، ادوس انتر، عمل تشينج اهوت كده. ولو جبت الجيت ستاتيو بتاعتك هتلاقيه بيقول لك ان انت عملت ايه، وان برانش الماستر بتاع مثلا تكون. تمام، تعالى نعمل جيت البوش اهوت، ادوس انتر، المفروض يقرا كده كل حاجه. هو كده قرا بتاعتك جديد. يبقى انت المفروض تعمل ستيبس، الستيب بتاعك بتعمل اد، وبعد الاد بتعمل كومنت، وبعد الكومنت بتعمل ايه؟ بتعمل بوش. تمام، تعال نشوفها كده في الويب سايت بتاعي ان شاء الله يكون قرا كلمة فيرست. تعمل ريفرش قراها. تمام، تعال نكمل بقى كده. دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل برانش جديد غير الماستر، وليكن مثلا نسميه نيو مثلا. تمام، فانا بعمل جيت تشيك اوت، تشيك اوت، وبعمل هيفن بي، هايفن بي. وبعد كده بعمل ايه؟ بعمل اسم البرانش الجديد اللي انا هضيفه. هايفن بي ديت بتعمل ايه بقى؟ دي خاصه بان انت لو هتضيف برانش بس، لما تيجي تتعامل مع البرانشز كسويتشز، يعني تعمل تتنقل، يعني تتنقل ما بين التو برانشز او الثلاثه، ما بتكتبش اللي هي الهاش بي ديت، بتعمل تشيك اوت على طول، جيت تشيك اوت وتكتب اسم البرانش. تمام، يبقى الهاش بي ديت عشان لما اضيف برانش جديد، فانا اضيف واحد اسمه نيو. تمام، فبيقول لك switch to a new branch اسمه ايه؟ new. تمام، هو حلو الكوماند، يعني ايه بيقول لك التفصيل. تعال نشوف get statue كده، هتلاقيه get status هيقول لك one branch اسمه new المره دي، ما اسمهش ايه؟ ما اسمهش master. وهتلاقي هنا لما تجيب ال VS code هتلاقي اسمه ايه؟ اسمه new. تمام، تعال نعمل هنا ايه بقى؟ هلغي كلمة hello ديت، وهخليها مثلا على. تمام، واعمل كنترول اس عشان احفظ الفايل. وبعد كده ايه؟ تعال نشوف جيت اد، جيت اد دوت. وبعد كده هعمل جيت كومنت وهاش ام، واكتب المسج بتاعتي اتشينج تو نيو برانش. تمام، عمل تشينج اهوت. ودلوقتي انا اللي موجود اللي انا بشاور عليه ده اللي موجود في البرانش اللي اسمه نيو، مش البرانش اللي اسمه ايه؟ مش البرانش اللي اسمه ماستر. تمام، انا دلوقتي لو عايز ارجع للماستر بتاعي اعمل ايه؟ اعمل جيت تشيك اوت واكتب اسم الماستر، بيقول لك سويتش تو برانش ايه؟ ماستر. ماستر دلوقتي اللي موجود فيه هيلو موجود فيه فيرست. تمام، انما ديكا كان موجود بدل هيلو كان موجود علاء. تمام، لو انت عايز تعمل تشيك اوت على طول من هنا اهو، لو عايز تروح انت ماستر وعايز تروح للنيو اهو، يعني على طول من الانترفيس بتاع الايديتور بيبقى لطيف. تمام، عظيم جدا. انا دلوقتي في الايه؟ في الايه؟ تعال نشوف انا موجود فيني واحد بالستاتيوس. انا دلوقتي موجود في النيو. تمام، انا دلوقتي عايز اروح اعمل ايه بقى؟ عايز اخد اعمل ميرج ما بين علاء دوت وما بين الماستر. فالاول ان انا اعمل تشيك اوت للماستر واروح للماستر. تمام، انا كده رحت للماستر. تمام، تعالى نعمل ميرج بقى. امر الميرج بيتعمل ازاي؟ بص يا سيدي، الميرج بيتعمل ازاي؟ بتعمل جيت ميرج، بعد كده بتكتب اسم الفايل اللي انت عايز ايه، مش اللي انت عايز تجيب منه وتحط، مش اللي انت هتحط فيه. تمام، بالظبط كده. فانا هجيب النيو وهعمل له ميرج وهضيفه على الايه؟ على الماستر. فانا هكتب اسم النيو، فهلاقي كلمة علاء موجودة في الماستر. بص، كلمة علاء موجودة في الايه؟ في الماستر. تمام، بس خد بالك بقى انه عمل حاجة، عمل، عارف انت فكرة الاوفر رايد؟ نفس الفكرة، اللي هو بنفس نفس الكود. يعني اقول لك على حاجة، يعني مش هنا كانت هلو، هلو اتمسحت، اتمسحت ليه؟ عشان انت عملت اوفر رايد عليها بتاع علاء. تمام، طب فيرست ما اتمسحتش ليه؟ لان فيرست هناك هي على نفس اللاين فيرست هنا. تمام، فانا كده عملت ميرج. طب تعالى اروح ايه؟ اروح نيو تاني واغير فيه واعمل له ميرج تاني بلاين مختلف.
يعني اعمل جيت تشيك اوت للايه للنيو. تمام تمام انا كده رحت للنيو، انا ده نيو. في نيو يا سيدي هروح عامل بدل فيرست ده كده، هروح جاي عند السطر الخامس مثلا وهعمل ايه، وهعمل هاشتاج ونسميه مثلا ايه سكند مثلا، وسميناه سكند. تمام تمام هعمل كنترول اس عشان احفظ الفايل ده، وهعمل في النيو هنا جيت ات عشان احفظ الحاجات ديت، وهعمل له جيت كومنت، وهعمل له هاش ام واكتبها مسج كده. تمام انا كده عملت ايه، اروح بقى للتشيك اوت واعمل التشيك اوت بتاع الماستر، واعمل ايه واعمل ايه، انا كده رحت الماستر اهو، سكند مش موجوده. تعالى نعمل ميرج بقى، ميرج كنت كده اهو، هتلاقي التلاته اتضافوا، بص التلاته اتضافوا اهو. تمام فانت كده جبت من نيو وعملت ايه، وعملت له ميرج مع الايه مع الايه مع الماستر. تمام عظيم. تعالى نعمل بوش بقى كده، بس الاول نعمل اد. انا ضفت، هعمل كومنت، الستيب زي هي، نقصت واحدة قلت واحدة كده، مش هيبقى لطيف معاك. هاش ام بعد كده بتعمل ايه يا سيدي، بتعمل اللهم صل على النبي، المسج بتاعتك وليكن مثلا اسمها اتشينج تو ماستر. تمام تمام تعالى نعمل انتر، بيقول لك وان برانش ماستر من سنة. تمام الكلام ده كله ايه عظيم. تعالى بقى نعمل ايه بوش، المفروض بوش بقى يغير لي ايه، يغير لي الكلام ده كله. جيت بوش اوريجن مع الايه مع الايه مع الماستر، وراح اتشكل ايه الويب سايت. بسم الله المفروض ما يجيبليش اي ايرور ان شاء الله، كده ما جابش ايرور الحمد لله. تعالى نفتح الويب سايت، تعالى المفروض يجيب لي علاء وفيرست وبعد كده سكند. تمام تمام علاء وفيرست وبعد كده ايه سكند. في حاجة بقى عايزين نتعامل معاها، لو انا عملت، لو دخلت هنا كده على الريدمي ده وعملت ايديت كده، تمام، وجيت هنا مثلا عند السكند ديت وسميتها كولا، وجيت عند الفيرست ديت مسحتها، وجيت عند السطر التاسع كده وعملت هاش انكليود على ماشي، ورحت عملت كومنت تشينج اللي هنا بقى كومنت تشينج. تمام فانا عدلت في اللي هنا. طب عايز اعدل بقى في اللوكال بتاعتي، يعني انا كده عدلت في الريموت، يعني عملت فورس بالايديت اللي موجود في الانترفيس بتاع الويب سايت، عايز اعدل بقى في الايه في اللي موجود هنا. اللي موجود هنا لسه زي ما هو اهو، فيرست ما اتمسحتش، وسكند ما اتغيرش اسمها، وبقى اللي هو اللي احنا عملناه اللي هو اسمه ايه اللي هو كولا، وانكلود لسه مش موجوده، وانا موجود في الماستر. يبقى هعمل ايه، هعمل بكل اختصار كده جيت بول اوريجين ماستر. تمام بسم الله المفروض ايه اهو يا سيدي، شوف جابها لك زي ما هي، جاب لك كولا عند نفس السطور، خد في بالك عند التاسع وعند الخامس وعند التالت، ولما بتجيبها بتيجي تقف عندها بيجيب لك ان انت موجود، ان انت من الجيت هاب بتاع مين يعني. تمام هي دي، حلو يا سيدي حلو. انا كده عملت بول وعملت ايه الكلام ده كله. تعال نعمل فايل جديد مثلا ونشوف، تعال نعمل فايل جديد في نيو ونشوفه هي ماستر هيقراه ولا لا. تمام يعني انا المفروض كده عشان اروح نيو اعمل ايه، اعمل تشيك اوت سوري، واعمل نيو كده. انا رحت للايه سويتش تو برانش نيو. تمام نيو ما فيهاش اللي هو ايه، ما فيهاش اللي هو ايه، ما فيهاش اللي هو يا سيدي اللي هو حته ان انت مكان الفيرست كولا ومكان السكند ايه ومكان السكند انكلود. تمام فتعالى نعمل ميرج كده، جيت ميرج، انا عمال اخليك تجرب كل حاجه وعمال اعيد وازيد فيها مع الماستر، فكده المفروض يجيب لي الحاجه بتاع الماستر ويعمل لها ايه دي الميرج اهو يا سيدي. هو كده عمل ميرج على الحاجه اللي موجوده في الايه في الماستر. عايزين نجرب ايه، عايزين نجرب ان انا اروح للبروجكت وان اللي انا فيه ده واضيف فايل اسميه مثلا تيست دوت بي واي. تمام اللي هي بايثون. عظيم عظيم. تعالى بقى هاش انكلود هاش
انكليود الجيم باي تقريبا، كان اسمها جيم باي مش فاكر، اي ثينك يعني، ولا امبورت، لا ده امبورت يا عم على طول، عشان انكليود ده سي وسي بلس بلس، امبورت جيم باي تقريبا المفروض يعني. فانا عملت ايه، عملت كنترول اس وحفظت الفايل ده. تعال نروح للماستر كده، ثانية تعال نعمل نروح تشيك اوت للماستر كده. وانا هنا انا دلوقتي في نيو، يعني انا لو عملت لك كده استاتيو هقول لك ان انا موجود في ايه، تيست باي ده بيقول لك ان تيست باي ده ما اعرفش انا تراك ما اعرفش وان برش، انت في الايه، في النيو تمام، ناثينج اد دون تمام. تعال نعمل اد للفايل اللي انا لسه ضايفه، بس سوري، اد للفايل اللي هو تيست دوت ايه دوت باي تمام. تعال نعمل له جيت ستاتيوس عشان يقول لك ان انت عملت نيو فايل لده. تعالى بقى نعمل تشيك اوت للماستر عشان اروح للماستر تمام. وادي الماستر بتاعي اهو، انا كده رحت للماستر، السويتش تو برانس ما اعرفش ايه، قال لك بقى ان انا ايه عملت تيست باي عند الايه، عند الماستر. هنشوف بقى كده اتضاف للماستر ولا لا تمام. يعني تعالى نعمل جيت ستاتيوس كده، جيت ستاتيوس اهو، هو انت بمجرد ما انت عملت اللي هو ايه، ان انت ضفت الفايل ده، انت احنا كنا ضايفينه في نيو الاول، جيت عملت تشيك اوت بس وعملت السويتش للماستر، الفايل نفسه ده اتضاف لوحده كده للايه، من غير ما تعمل اد للايه، للماستر تمام. تمام تعالى ايه نرجع تاني يا سيدي للبتاع بتاعنا اللي هو ايه، اللي هو ريدمي. انا كده وريتك اللي هو الايه، الحوار بتاعت ان انت بتقعد تعدل وتغير وكده يعني، عن طريق اللي هو كولا وكده، وان انت لو هتعمل فورس بتجيب بول وبتعمل بوش وكده يعني. لو هتضيف نيو ريبو فانت بيبقى عندك كذا خطوات احنا كنا بنمشي عليها، مش عارف كانت موجودة هنا ولا هي كانت موجودة هنا، هو النت فاصل اصلا حلاوة. ثانية اشوف النت. فانا دلوقتي لو عايز اضيف نيو ريبو انا باجي عند السهم ده كده، بعمل نيو ايه، نيو ريبو تمام، وبكتب اسمها مثلا وليكن علاء تمام، علاء ده كده على السريع، اعملها بابليك من غير اي ريدمي فايل تمام. تعال بقى نمشي الخطوات دي كده على السريع تاني تمام. اعمل كونكشن مع دي، انا عايز اعمل كونكشن مع دي بقى فاهمني، مش مع القديمة. اوف بسم الله، هو شكله واخد ال اه. طب تعالى انا بس جبت بوش اوريجين ماستر كده عليه، نشوف هيقول لي ايه، ان شاء الله يشتغل. ما اعتقدش انه اشتغل، عشان لو عملت ريفرش كده مش هيشتغل تمام. هو كده دي مشكلة مع الاكسس اللي انا عامله للريبو الريموت، يعني دي حاجة انا هحلها انا مع نفسي تمام، ملهاش علاقة يعني ايه بحد تمام. انا دلوقتي انا وريتك انت بتعمل ريبو ازاي وبتضيف ازاي، انا كنت عايز اوريك بقى حتة الايه، الستبس اللي انت بتمشي عليها. انت بتعمل انيشالايز اول مرة ما بتكررهاش تاني تمام، بعد كده بتعمل الاد بتاعك، وقلت لك لو هتعمل مكان الريدمي ده كده دوت، فانت بتعمل دوت لو الفايلز بتاعتك، هي بتعمل كوميت والمسج ديت ما بنعملهاش عادي يعني، ممكن ما تعملهاش، بتعمل كونكت عن طريق اللينك الكود ده كده، وكده خلصت الدنيا بتاعتك بتاعت الايه الجيت. وزي ما قلت لك ان انت عندك جيت فيرجن ديسكتوب، تعالى اوريه لك هنا ان شاء الله تقريبا عندي، بس انا عملت له ان اهو ده اللي هو الفيرجن بتاع الديسكتوب بتاعك تمام. الديسكتوب بقى بياخد وقت وكده عقبال ما ايه احمل كعادته يعني تمام. ودي كل الايه الحوارات بتاعت الكوماند بتاعك يا ايه يا سيدي. واتمنى الفيديو يفيدكم يا شباب. نعم بقى مش هنقعد نستنى الديسكتوب ده كده تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو فتح وخلاص، تعالوا نشوفه كده تمام، هو ما فتحش واختفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهو فتح. طب ما فيش، استنى هو يعني عموما تمام. بس انا زي ما قلت لك ان انت يفضل ان انت تتعامل مع الايه، مع الديسكتوب، مع الويب سايت تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين.